السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شايفين شباب، هون في بقرات راح ينباعوا لهذا. في دائما في عنا شيء اسمه تنسيق. هون المشاكل، أحد المشاكل في عنا نحن هون، نحن بنقول له السيريجي أو آلية التنظيف. شوفوا شباب، هاي آلية التنظيف لازم أهل المزارع ينتبهوا عليها كثير. هاي بنظام الزيت الهيدروليكي، وهذا سيستم غير جيد ابدا ابدا ابدا. دائما بيعلق مثل ما شايفين، بيروح عبيروح، رد رجع، رد راح، رد رجع، عبيعلق. يعني انا انصح اصحاب المزارع بموضوع آلة التنظيف او السيريجي اللي بتنظف، ما يعتمدوا على النظام الهيدروليكي. هذا النظام الهيدروليكي غير جيد ابدا ابدا، واعطاله كثيره ومشاكله كثيره ومصروفه كبير كثير كثير. فانا ما انصح ابدا ابدا بالنظام الهيدروليكي. طبعا نحن حاليا عاملين هيك جوله بين الابقار. هذول ابقارنا الحلوات، هذول يعني عايشين مع بعضنا اكثر ما نعيش بالبيت، عايشين مع هذول البقرات اكثر ما نعيش بالبيت. يعني بشكل دائم واحتكاك مباشر مع الابقار. كويس، يعني هي جولة بتكون ضمن القهر، بنطلع فيها على مشاكل مثل ما حكينا سابقا، مشاكل الأقدام أو مشاكل الالتهابات الرحمية أو أي مشاكل بتعترضنا أو بقرة فيها مشكلة. شباب، من شوي أنا فرجيتكم السيستم الهيدروليك، نظام الهيدروليك، نظام التنظيف الهيدروليكي. كويس، فأنا هلا رح أفرجيكم النظام الثاني، النظام الثاني. طبعا هذا النظام الهيدروليك. ننتقل مباشرة للنظام الثاني، هو نظام الجنزير او الكبل. كويس، هذا هو نظام الجنزير او الكبل. مثل ما ملاحظين هذا النظام هيك. كويس، من هنيك في كبل، هون جنزير مشان يساعد على موضوع. بيجينا هاي الآلة اللي بيشتغل عليها الجنزير. طبعا هاي مثل البكرة، بيمر عليها هيك، هون بيمر عليها هاي البكرة هيك، بيمر عليها هون هيك، بينزل لتحت وبينطلق لآخر القهر. طبعا هذا النظام بيختلف عن النظام الهيدروليكي، هذا نظام الجنزير خلينا نقول، او نظام الموتور العادي. يعني هو عبارة عن موتور، لا في ضخ زيت ولا في شيء ولا في شيء، نظام جدا سلس وبسيط وكتير كتير حلو، وما بيعمل لك اي مشاكل الا في بعض الاحيان، مثلا احيانا قليلة جدا. طبعا صار هذا النظام تقريبا سنتين عاملينه جديد ولا في اي مشكلة، الا مثلا احيانا مثلا بجوز ينقطع مثلا جنزير نتيجة الضغط، مباشرة بوصلة صغيرة بينوصل. يعني موضوع جدا سلس وبسيط، وما أنصح، أعيد وأكرر، ما أنصح بنظام الهيدروليكي، بالنظام الثاني ألا وهو نظام الجنزير أو نظام الكبل. مثل ما فرجيتكم عبارة عن سنتر فيش موتور، ماكينة عادية بيدفشها بيحركها بكرة، نرجع عليها كمان مرة ثانية. طبعا هذا معروف، هاي البكرة هاي، وبالقفة هون في عنا مثل محرك بيدور، هاي هيك. كويس، هاي بيدورها وبياخذ معه الجنزير هيك على هالترتيب، وبياخذ معه السيريجي وبيجيب السيريجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.